لأن رفض الأستاذ راشد الالتزام بالقانون يخلي النقاش مش من سيترشح وكيف نعالج الأجواء داخل حركة النهضة، لأنه للأسف الشديد طريقة القيادة نتاع الأستاذ راشد عملت أجواء سلبية داخل حركة النهضة وفي النخبة القيادية. كيف نعالجها وكيف وكيف وكيف؟ لا، احنا ماناش في هذا النقاش الإيجابي، نحن الآن في نقاش سلبي. بربي احترم القانون.